تخفيض وزن المحفظات المدرسية وتوفير الظروف الملائمة للتلاميذ أهم الملفات التربوية التي تنتظر الرئيس القادم حسب أولياء الأمور الذين نقلوا انشغالات أبنائهم المتمدرسين في الأطوار التعليمية الثلاثة. نطلب من هذا الرئيس الجديد اللي راه جاي ما يدير والو ينقص الوزن الثقيل اللي راه يفدو التلميذ في المحفظة، ينقص له الوزن تاع المحفظة برك، هذا ما نطلبه من نطالب بتعديل البرامج وإنقاص المواد التي أصبحت تضر بالطالب تضر بالتلميذ، وتنظيم يخص تنظيم شوية تنظيم في البرامج التدريسية. تواجد النقاط التي تخص التلاميذ وتحفظ راحتهم ضمن برامج المترشحين لرئاسية 7 سبتمبر يؤكد على اهتمام الرئيس القادم بتذليل العقبات وتجسيد العهود على أرض الواقع. يا أخي نطلب من الرئيس الجديد اللي يجي سواء تبون سواء واحد آخر نطلب منه يساعد الدراري الصغار سيرتو على الترانسبور، الترانسبور راهو ناقص. رفع الانشغالات يدخل في خانة الثقة التامة بحلها مستقبلا لأهمية قطاع التربية والتعليم الذي يعد المكون الأول لأجيال ينتظر منها الكثير وتنتظر هي الأخرى. من ساكن قصر المرادية.